وقعت اليوم بمقر الهيئة بمدينة الجبيل الصناعية مذكرة تفاهم تجمع بين الهيئة الملكية وشركة التعدين العربية السعودية معادن، وذلك لتأهيل أبناء منطقة الحدود الشمالية والرفع من تحصيلهم العلمي وصقل مهاراتهم ليسهموا في عمليات البناء والتشغيل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال. وسيتم بموجب هذه المذكرة تأهيل 300 طالب من خريجي الثانوية العامة في منطقة الحدود الشمالية عبر إلحاقهم ببرنامج تدريبي في معاهد الهيئة بالمدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع لمدة عام دراسي واحد، بحيث تتولى الهيئة إعداد البرنامج وفق المعايير التي تضعها، مما يؤهلهم للحصول على فرص العمل المتوفرة في مشاريع المنطقة. ما في شك أن المملكة حريصة على تهيئة وتأهيل أبنائها. وعد الشمال وعد خادم الحرمين الشريفين حريصين على أن يستفيد أبناء الشمال من هذا المنجز الكبير. بادرت الهيئة وشركة معادن على وضع برنامج لتأهيل أبناء الشمال. هذا نواه لبرامج عدة سوف إن شاء الله يتم القيام بها لتأهيلهم، لإن شاء الله يقودوا مرحلة مهمة جدا في الصناعة في الشمال، ستخلق إن شاء الله فرص وظيفية كبيرة لأبناء الشمال، وسوف يكون إن شاء الله مردود هذا المشروع اقتصاديا على المملكة وعلى المنطقة، كما هي نجاحاتنا السابقة كدولة في بناء مدينتي الجبيل وينبع والآن رأس الخير. سيكون إن شاء الله وعد الشمال منطقة اقتصادية يستفيد منها أبناء الشمال. ما في شك أن التأهيل والتدريب على أفضل السبل. المملكة ولله الحمد تمتلك جامعات ومعاهد ساهمت في تهيئة جيل كبير يقود اليوم الصناعة، وجامعاتنا اليوم إن شاء الله ومعاهد الهيئة ومعاهد الأخرى من قطاعات الدولة المهتمة بتهيئة الإنسان حريصة على أن تؤهل جميع أبناء المملكة ليحققوا إن شاء الله نهضة اقتصادية تعود على البلاد وعليهم بالفائدة.